السلام عليكم، مساء الخير. ان شاء الله راكم بيان، صحتكم راهي مليحه. ديرنييرمون كاين واحد الفينومين صاري في المدارس تاعنا مع الاطفال، راهم في السيال وخاصه في الابتدائيه مع الاولاد الصغار بزاف بزاف بزاف. بس كان بداو يجيو لا كونسلطاسيون، بداو يجيو الفحص. الظاهره هذه راهي انتشرت بزاف ما بين الاطفال تاعنا، سي بو صح حبيت نحذر كل الاولياء. وثاني لازم نداء للاساتذه ومام الحوانت اللي راهم يبيعوا في الشارع. صح الحاجه اللي راهي صايره دوكا، كاين الاولاد راهم يشريو في هذوك الساشيات اللي يقلبوهم جو، كاينه مارك بليزيور مارك. المهم الساشيات اللي يديروهم جو يكونوا كونسونطري هذوك بزاف، يهزوهم يكبوهم في الماء من بعد يوليو جو. داكو هذوك الاولاد شراهم يديروا بهم؟ راهم يهزوا فيهم وراهم نقولوا يسنفيو فيهم، معناتها يتنفسوهم. شراهم يديروا؟ راهم يهزوا في الـ واسمو كيفاش عرفتهم هذوك لي ماركور. صحيح لي ماركور راهم يهزو في لي ماركور، يخدموهم دو تيل سورت انهم يهزوهم يتنفسوا منهم ويحطوا الغبره هذيك البرودوي اللي طري كونسونطري. دوك نقول لكم واش يقدر يدير، بس حاجه جديده، سي ان فينومين جديد ما نبيش منين يهزوه الاولاد تاعنا هذو، وراه بدا ينتشر بكثره في المدارس. يهزوا البرودوي هذا اللي جاي غبره، يهزوا ستيلو هذاك ولا لو ماركور، يقعروه كلش ويحكموا يتنفسوا الغبره هذيك. فهمتوا؟ يحكموا يتنفسوا الغبره هذيك، سواء يتنفسوها او ميم طون، سواء ياكلوها، ياكلوها غبره كونسونطري بزاف، سواء راهم يسنيفيو فيها يتنفسوها تعقب لصدرهم. داكور راهي تعقب لصدرهم، راهي كارثه راهي صاريه في المدارس تاع الاطفال. يعيشكم، تولهوا لولادكم، فيت اتونسيون لولادكم، ما تخليهمش يشريو. تولهوا واش راه كاين في المحافظ تاعهم، فيريفيو واش كاين لداخل، ما تقولوش اللي داروا يقراو كلش. الاساتذه ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يخليكم، تولهوا للاطفال. لا شفتوهم يجيبوا هذا الشيء كلش، حذروا الاولياء ما تخليهمش يديروا الشيء هذا. ثاني اللي راهم يبيعوا في البرودوي، عيشكم ما تبيعوش لولاد الصغار. كي يجيك طفل صغير يقول لك اعطيني ما تبيعلوش، ربي يعيشكم ان شاء الله ما تبيعولهمش. راهي كارثه البرودوي هذو. لحد الان الاطفال اللي راهم يجوني انا راهم يجوني بالقي والم كبير في الكرش تاعهم، بالقي والم كبير في الكرش تاعهم. فهمتوا؟ حاجه واحده اخرى، البرودوي هذا راه معمر بال كما نقولوا احنا كما القارص، سي لاسيد سيتريك. صحيح معمر بلاسيد سيتريك، لاسيد سيتريك هذاك يضر بزاف الطفل. ديجا كي يتنفسوا فيه السكر، السكر يقدر يبقى في النيف تاع الطفل داكور، ويحذر القصبة الهوائية، وهذاك راح يدير له يخلي ان البكتيريا والفيروسات تتكاثر، وراح يدير انفيكسيون. الانفيكسيون تقدر تكون حادة داكور، الانفيكسيون راهي تكون حادة على الأطفال تاعنا. حاجة واحدة أخرى، لي برودوي هذاك ساعات يكونوا طراف كبار شوية، يقدروا يسكروا بلايص في القصبة الهوائية تاع الأطفال الداخل، في القصيبات الهوائية الصغيرة يقدر حتى يديروا دي بوشون، والطفل ما عاد يدير لنا دي بنيموباتي، معناتها يدير لنا التهاب تاع صدر تاع الطفل تاعنا. يدير الم كبير في 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 في, في الكرش تاع الطفل تاعنا، يدير تقيؤ، يقدر يدير حتى حساسيه اذا كان الطفل عنده حساسيه من 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 البرودوي، وكاين حتى يقدر يدير حالات وفاه. داكور اني نقول لكم، اني ننبهكم، ايسيو تمشيو بالميساج بالماكسيموم باش الاولياء يكونوا اوكورون، باش اكبر عدد من الاساتذه يكون على باله بالشيء هذا. داكور وفي نفس الوقت مام اللي راهم يبيعوا في لاليمونطاسيون جينيرال يتفاداو يبيعوا للاطفال تاعنا. داكور هادو لي برودوي لي قلت لكم عليهم، سي دي ساشي كونسونطري لي نقلبوهم جو. فهمتوا؟ كيما املا وكيما حوايج اخرين نقلبوهم جو، هادوك هما لي راهم شي نتكل عليكم توصل الميساج اكبر عدد يعيشكم، ما خليوش الظاهره هذه تنتشر في ما بين الاطفال تاعنا. قلت لكم اطفال صغار راهم يقراو في الابتدائي ويقراو في السيان. داكور ربي يحفظكم ان شاء الله ونتكل عليكم. سلام. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.